الرياضة. شكرا العافية، يعطيك ألف عافية. وهذه الخمسين ريال حقة العلاج. خلي يا عمي خلي. لا يا ولدي هذه حقة المحل، أنت إيش لك؟ شكرا يا ولدي، الله يعطيك العافية. طيب يا عمي قدامك العافية يا رب. الله يعافيك إن شاء الله، يكفيك شر المرض. آمين يا رب. يلا سلام. طمنا عليك. إن شاء الله يا ولدي. مع السلامة يا عمي. مع السلامة. تفضل يا عمي وهذا العلاج. شكرا يا ولدي. وهذه الخمسين حقة العلاج. شكرا يا ولدي. يا عمي استنى، 50 ريال ايش؟ العلاج قيمته 250 ريال. 250؟ والله متى ساعة يا ولدي؟ انا الشهر اللي فات جيت هنا عند زميلكم هداك اللي هنا طاهر، واعطيني 50 ريال ويعطيني نفس العلاج. يا عمي العلاج لي اكتر من 3 سنين سعره ثابت ما تغير. يا ولدي نفس العلاج. طيب لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هو فين طاهر زميلكم؟ اتوفى الاسبوع الماضي. انا لله وانا اليه راجعون. طيب ينفع تديني بخمسين ريال من العلاج حقي؟ الا ممكن يا عم. تفضل. شكرا يا ولد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على فكرة يا دكتور، ترى الرجال ذا صادق، كان يدفع 50 ريال بس للعلاج. كيف؟ كان طاهر يكمل 200 الباقية. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام. وليش كان طاهر يدفع؟ يعرف ظروفه مسكين، الله يعين يعين الجميع. يا عم يا عم دقيقة، استناني استناني لحظة. ايش في يا ولدي؟ لا تقول لي تنقص من العلاج كمان. لا يا عمي انا كنت غلطان، علاجك صح ب50. يعني كلامي طلع صحيح؟ تمام كلامك صحيح. طيب يا ولدي يعطيك العافية. استنى يا عم. ايش في؟ بس حيروح معاك وليد يوصلك لحد البيت، وما يحتاج بعد كده تيجي، كل شهر يجيك العلاج لحد بيتك وهو ب50. وليش الكلفة هذه يا ولدي؟ أنا أجي كل شهر وأخذ العلاج حقي. ما في تعب ولا حاجة يا عمي. طيب الله عليك. يكرمك يا ولدي، الله يعطيك العافية. مع السلامة. السلام عليكم. الله يرحمك يا طاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام.